السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا شرح درس اسمه شجاعة طفل. تعالوا نشوف الدرس. يحكى ان الاطفال كانوا يلعبون. رأى الاطفال الامير قادما من بعيد. هرب الاطفال الا طفلا وقف مكانه. قال له الامير: لماذا لم تهرب مع الاطفال؟ قال الطفل: ايها الامير، ليست الطريق ضيقة فأوسعها لك، ولم أخطئ فأخاف منك. شكر الأمير الطفل على شجاعته. إحنا كان عندنا مجموعة من الأطفال كانوا بيلعبوا، وهما بيلعبوا لقوا الأمير جاي من بعيد عليهم كده هو، فلما لقوه كلهم هربوا إلا طفل واحد فضل واقف مكانه. فلما الأمير شافه استغرب، قال له: انت ليه ما جريتش مع اصحابك؟ ليه هم جروا وانت فضلت واقف مكانك؟ راح الطفل قال له: انا ما عملتش حاجة غلط عشان انا خايف منك، والطريق مش ضيقة عشان اوسعها لك. راح الامير انبهر بالطفل وشكره عشان هو شجاع وما خافش وطلع يجري زي بقية اصحابه. الكلمة ومعناها: رأى معناها شاهد، شجاعته معناها جراءته، هرب معناها جري خائفا، الأمير معناها الحاكم. حدد نوع الجملة اسمية أم فعلية فيما يأتي. احنا طبعا عارفين ان الجملة اللي بتبدأ باسم بتبقى جملة اسمية، والجملة اللي بتبتدي بفعل بتبقى جملة فعلية. طيب تعالوا نشوف الجمل. شكر الأمير الطفل، دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ شكر ده إيه؟ ده فعل، تبقى دي جملة فعلية. برافو عليكم، جملة فعلية. طيب الأمير قادم من بعيد، دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ الأمير ده إيه؟ اسم، تبقى دي جملة اسمية. طيب الفلاح يزرع الأرض، دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ برافو، دي جملة اسمية عشان الفلاح اسم. طيب قدم الأمير من بعيد، دي جملة ايه؟ انتوا قولوها بقى. برافو، جملة فعلية. طيب تدريبات: ماذا كان يفعل الأطفال؟ مين كان مركز معانا؟ برافو، الأطفال كانوا يلعبون. طيب ما الذي رآه الأطفال قادما من بعيد؟ برافو، رأى الأطفال الأمير قادما من بعيد. طيب ماذا فعل الأطفال عندما شاهدوا الأمير قادما من بعيد؟ برافو، هرب الأطفال إلا طفلا وقف مكانه. طيب أكمل بضمير مناسب، هي أو هو أو هما أو هم. يذهب إلى المدرسة مبكرا، إيه اللي بيذهب إلى المدرسة مبكرا؟ هي ولا هما ولا هو ولا هم؟ يذهب، يذهب ديت تيجي معاها إيه؟ فنقول هي يذهب، مينفعش. طب هما يذهب، ما ينفعش. طب هو يذهب، ينفع. يبقى هو يذهب إلى المدرسة مبكرا. طب نقط تلميذة مهذبة هينفع معاها إيه؟ برافو، هي تلميذة مهذبة. نقط صديقان من الصف الأول، هنقوله هي صديقان من الصف الأول ولا هو صديقان من الصف الأول ولا هم صديقان من الصف الأول، ولا هنقول هما صديقان من الصف الأول؟ برافو، هنقول هما صديقان من الصف الأول عشان مثنى، هتبقى إيه؟ هتبقى هما. طيب عمال ماهرون، دي جمع، هيجي معاها إيه؟ برافو، هيجي معاها هم، تبقى هم عمال ماهرون. أنا كده خلصت الدرس، إن شاء الله أشوفكم في شرح درس جديد، مع نفهم نتعلم ببساطة.